هذه الأرض ورثتها من بيي الله يرحمه. وأنا زلمة تراثي ابن منطقتي، أنا ابن بعلبك الهرميل، وهذه الضيعة المنطقة بتتميز بالتراث وبالأصالة وبالتحابب بين الناس. قلنا شي 39 سنة هون الله رب مشترك، وبدنا نشتغل بعد شو الله بيعطينا عمر بدنا نشتغل. هذه محبة لضيعتي هي القاع. أكثر شيء صار عندنا مهرجان عملناه بال 2005، كان في 3-4000 نسمة هون، حضور مميز كان. حطينا هالأشياء اللي كانوا يستخدموها أهلنا الفلاحين من زمان، كل شيء تراثي يعني. وكان في حشد كبير، اجينا من كل المناطق، من سوريا، من لبنان، من العراق، هذا شيء يعني من أيام أهلنا وأجدادنا. ومفروض كل شيء عادات كان جدك يستعملها ويحافظ عليها، وجدي نحن نرجع هذا الجيل ونعلم أولادنا كمان يحافظوا على الأشياء القديمة.